الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فائدة وموعظة عنوانها أهمية الجوع. Alors c'est un conseil, c'est une chose bénéfique à savoir dans le titre, l'importance d'avoir faim. قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. العلم أو من يعرف الطب يعرف أن الالتواء، التواءات هذه المعدة هذه سبع التواءات، فالمؤمن يكفيه أن يأكل في معا واحد والكافر يملأ السبعة. فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن المؤمن ينبغي أن لا يأكل حتى يمتلئ. وهكذا كان الأنبياء كانوا لا يأكلون حتى يجوعون، وإذا أكلوا لا يشبعون، لا يأكلون إلا إذا جاعوا، وإذا أكلوا لم يأكلوا إلى الامتلاء، إنما يأكلوا ويتوقفوا عن الطعام قبل الشبع. وقد قيل لأحد الصالحين يقال له سهل بن عبد الله، قيل الرجل يأكل في اليوم أكلة، يعني ماذا تقول فيه؟ فقال أكل الصديقين، أكل الصديقين في اليوم أكلة. فقال السائل فأكلتين أو فأكلتين؟ قال أكل المؤمنين. المؤمن يعني إذا أكل في اليوم يأكل وجبتين، ليس من عادات المسلمين والعرب أكل ثلاث وجبات أو أربع. قال فثلاثة؟ قال قل لأهلك يبنون لك معلفا. إنه ثلاثة صار رحنا للمستوى الذي يشبه البهائم. قل لهم يبنون لك معلفا، معناه لا ينبغي للمؤمن أن يأكل ثلاث مرات وأربع مرات. وقال يحيى بن معاذ الجوع نور والشبع نار، والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق ولا تطفأ ناره حتى تحرق صاحبها. معناه أن إذا جاع الإنسان يتنور فكره، لذلك في رمضان يتحسن حال كثير من الناس ويقدمون على الطاعات، لأن الجوع هذا يضعف الشهوة عندهم وينور أفهامهم وأذهانهم وقلوبهم فيتحركون للطاعات. وقال يحيى بن معاذ لو أن الجوع يباع في الأسواق لما كان ينبغي لطلاب الآخرة أن يشتروا غيره. لو كان يباع في الأسواق ما كان ينبغي لطلاب الآخرة أن يشتروا من السوق غير الجوع. وكان سهل بن عبد الله الذي يتكلم، يعني ذكرنا كلام كبير عن سهل، كان يأكل في كل 15 يوم أكلة واحدة، وكان هو الله تعالى جعل فيه قوة، كان إذا لم يأكل كان قويا، ليس حاله حال الناس اليوم أو الذي لم يأكل ثلاث أيام كيف يظهر عليه، وكان إذا أكل قد يظهر عليه الضعف. لكن هذا رجل صالح، هذا رجل صالح لا يقاس كل الناس عليه.